السلام عليكم البنات خوتي حبيباتي، عواشكم مبروكين، كلشي بخير، نتمنى لكم بخير ان شاء الله وعلى خير ودائما في صحه جيده. اخواتي اليوم غنحضروا مع بعضياتنا الريب البلدي ولا الريب عادي اللي كيتواجد في المحلبات. هذا الريب هذا كيكون صحي اكثر وما فيش مواد حافظه وكنحتاجوه في هذا رمضان طبيعه الحال. وهاد العواشر خوتي غادي نحتاجو في هاد الريب ديالنا. عندي انا جوج هطرو ديال الحليب، اي نوع عندكم متوفر، جوج هطرو. عندنا جوج ساشي، جوج حكاك ديال دانون، من الاحسن يكون هاد دانون العقد ياغورت عقد، وزوج ساشي ديال الفاني وسكر سنيدة. كيف كتشوفوا خواتاتي غادي نديرو الحليب هطرو، غادي نديرو بوحدو، غنخلطو مع السنيدة على هاد الشكل. غنخويه هنا في واحد البول، السطر الأول. صراحة الواحد يبقى يجمع أفكار هكا، شنو غادي نديرو رمضان، شنو غنديرو في السحور، يعني هاد الأفكار كتنفع شوية الواحد كيكون عندو شنو في الميموار ديالو، شنو غادي يوجد من هاد اللعيبات. أكثرية هذا الريب كيكون زوين في السحور البنات. لا تمالك، المهم غادي ندير واحد زوج ساشي ديال الفاني فانيلا، كيجي زوين. اللي ما تيعجبوش المذاق ديال الفاني يقدر يستغنى عليه، يعني يدير غير ياغورت عادي بالسكر وما يديرش الفاني نهائيا. هو الفاني تيكون زوين البنات في هذا المذاق ديال الضيف، هادشي غتجي احسن ان شاء الله، غتجيكم احسن من ديال المحلبات، وغادي تبقاو معتمد عندكم. هي كاينين اغلبيه البنات يعرفوه يعني يستعملوه. المهم البنات في السكر على حسب الذوق، انا غادي ندير ثلاثة ديال المعالق كبار ديال السكر سنيدة، ان على حسب الحلاوه الواحد اللي يبغى. صافي البنات، وغادي نستعمل دانون. من الاحسن البنات دانون تخليوه بهاد المويه ديالو، هاد المويه ديالو تخليوه بها. صافي نديرو الحك الاول، غطم عليك غطم، والحب الثاني. صافي البنات هادو هما العناصر، وكنخلطوهم مع بعضياتهم على هاد الشكل، ودوب لينا السنيدة والفاني ساجهم مزيان مع بعضياتهم، خليوهم يذوبوا. فهاد الاثناء غادي نديرو هاد الاترو الاخر ديال الحليب ديالنا، غادي نديروه يغلي في كاسخول، غادي نديروه يغلي حتى تطلع الكشكوشه ويطلع مزيان ونطفيو عليه. هانتوما معايا الحليب من بعد ما درتو طبخ، طلعت منو هذيك الكشكوشه، ونخليه يبرد البنات. هنايا كنكون حضرت موجده، لا تمل هنا كنكون موجده هاد الكيسان هادو ولا اي كاس عندكم، هادو زوينين البنات بالغلاقه ديالهم مزيانين هاد الريب. البنات غادي نخلي الحليب ديالي حتى كيبرد، غنحيد منو هاد الكشكوشه، وغادي نخليه يبرد حتى نقدر انني نخشي فيه ايديا وما يحرقنيش. مهم هذا هو اللي غادي نتاكدوا منه. هنا كيف كتشوفوا البنات من بعد ما برد لينا الحليب، يعني الحليب باش غادي نتاكدوا منه هو غادي يبقى سخون، غير هي تخشي يدك وما يحرقكش الحليب، هذا هو ليسونسييل. المهم البنات هنايا من بعد ما دابت لينا السنيده وداك الفاني هنايا، غادي نبدا ندير الحليب ديالي سخون على داك البارد اللي خلطته مع السنيده والفاني. المهم غنبدا نحرك العناصر كامله، نخويه على هذا الشكل.
نحركوا شي شويه دا هو الشكل اللي غادي نحصل عليه. يعني عناصر من كتمزاج مزيان، السنيده ديالنا كتذوب، فاني دانون، كلشي تيتخلط مع بعضياتو. هنايا ناخذ المغرف بهذا الشكل، البنات باش نوريكم النتيجه تيجي سائل. هنا تنجدو هاد الغريفات ولا اي كيسان اللي متوفر عندنا، وغادي نبدا انني نغمر ونحط. بسم الله على هاد الشكل البنات. جو بحال حكيكات ديال دانون ديال بكري على هاد الشكل، وغادي نحط حتى نوريكم الطريقه ديال الطريقه ديال الاحتفاظ بها كيفاش غادي نكملوا المرحله. المهم انا غادي نكمل بحال هكا حتى نسالي الكميه ديالي ومع الكويسات ان شاء الله وانتم معايا. انا كيف ما كتشوفوا البنات انا وجدت الريب ديالي كملته في التحضير. مالك حيدي من قدام الكاميرا؟ وانا مالي حيدي وقفي وقفي مالك كتصوب لينا الفرون ديالها. يا اختي يا اختي يا اختي كتوجدينا في الفرون. يلا خليه خليه يسخن مالك، خليه يسخن شويه، خليه يسخن. هبطي هبطي تشوفوا البنات هذا هو الكميه ديال الفرون. عفوا ديال الريب مالك تلفاتني. ها الريب ديالي سديتو على هاد الشكل، راه باقي جاري كيتحرك باقي جاري. غادي ندير ليه دابا الطريقة ديال الاحتفاظ بيه، خصو على الأقل على الأقل 6 ديال السوايع، يعني من هنا الليل أو الغد أفضل. غدا في الصباح نشوف ليه هنا كمية التلفات هاد الجبنية. هنا الطريقة هي كالآتي، هي الكوكور تا خواتاتي الكوكور كوكوط البنات. طريقة اللي هي مزيانة، خليها خليها، أنا مقابلة الكاميرا كبيرة، حيدي كرسي. كوكوط البنات حيدي الكرسي مالك. المهم أخوات غادي نستف، نستف الكيسان ديالي في الكوكوط. خلي المعنى درتو يغلى، نديرو الماء كيغلي ومقراش، وكنستف هاد القريعات هنا هاد الكوكوط على هاد الشكل. وغادي ندير الماء اللي كيكون غالي على هاد الشكل. استناني شويه، ما خصو يكون فاتر. وغادي نخوي هنايا في الكيسان فوق في الكوكوط. هنا ما غاديش تسد ليا الكوكوط، الا زدت ندير كوكوط اخرى هنا صغيره. المهم الاخوات كيف قلت لكم غندير الماء، ندير ربع ديال الكوكوط، ربع ديالها. يعني غادي نوجد الفنو مربع بهذا الشكل، وغادي نسد على الكوكوط، نسد عليها. وغادي ندير الصفارة، غندير الصفاره وغادي نديرها في واحد المكان اللي غادي يكون دافي، نلويها في المانطا مزيان، وغادي نخليها في واحد المكان اللي غادي يكون دافي. البنات هذه هي الطريقه ديال الاحتفاظ بها. وغادي البنات غادي نتلاقاو ان شاء الله
من بعد ما يوجد لي الفلون هذا غادي نديرو في واحد الكوكوط صغيرة نسد عليه هو هذا. مالك راه وجد لك الفلون صافي غير حطيه. غادي مالك تقاد الفلون ديالها كيف كتشوفوا اختي هاديو. قلت لك انا نصوب الفلون. الفلون غديرو مالك غير في هاد لي بول. حيدي مالك ديرو في هادو على هاد الشكل اختي. هذا راه فلون ديال الفريز. هانتوما على سيري كملي خلطتي درتي ميلونج. المهم البنات نتلاقاو ان شاء الله من بعد ما يوجد لينا الريف ديالنا. كوكو البنات صباح الخير عليكم. صباح النور كيصبحتوا بخير هانين. غير صبحت ان شاء الله غادي نوريكم الريب ديالنا كيف جا او كيف الشكل ديالو. خليكم مع الفيديو. ها هو والله فقت قلت غادي نشوف الريب الاول ان شاء الله نشارككم مع البنات نقرب لكم اكثر. غادي نخلي الصفاره بسم الله. هنا الشكل نشوفو. بسم الله بسم الله بسم الله. الصق اللهم يسر اللهم يسر لنا الامر. اللهم يدينا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله. ها هو دانون. ها هو دانون ديالنا. صباح زوين الشكل ديالو زوين معتبر. هذا هو الشكل يعني واجد كل شيء كل شيء الكيسان مزيانين. هذا حيت كان عامر صراحة كلهم زوينين تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كل شيء الكيسات كل شيء الكويسات زوينين يعني خرج زوين. دابا غادي نديرو في التلاجة حتى نهضو بيه في التلاجة. كيفاش الشكل ديالو البنات صافي ولا زوين. يعني هذا هو الريب. اقل التكاليف وشي حاجه صحيه في البيت ديالك كيف كتشوفوا. هو المويه ديالو ها الكويسات باقي هنا حيدوهم كاملين. يعني الطريقه ناجحه 100%. تخليو يبات كيف قلت لكم 6 سوايع 8 سوايع تقلو تقدروا تحلو عليا. انا خليته يبات كاع بات صح وانا حليت عليه. ها نتوما كلشي الشكل ديالو زوين. هذا هو الشكل ديالو. انا جبت ما تبقى كوكوطه صغيره درت في هاد الكوكوطه الصغيره تاعنا. هذا هاتي الريحه ديالو دانون دانون صراحه البنات ريحته غزاله ما شاء الله معتبره. واخا واحد دخل انا عطيك تشوف بغيتي تشوف انت شوف السيتي باقي خليته يبرد باقي حتى يبرد. ودانون اللي نصوب لكم هادي نورمال. يلا سير نتسناو تيبرد عاد باش ندخلو تفرج في الفيديو. انتما البنات كيف كتشوفوا دانونات ديالنا ها هما واجدين. لافاني 12 دانون خرج لينا 12 لافاني بيان سيغ لافاني. هذا واحد السلافه حتى هي كنت درتها ها هي واجده البنات. والله حتى هي بحال دانون سبحان الله. انتما ها هو غير ديالنا واجد ما شاء الله. خلينا مغطيه ندخلهم الثلاجه شويه يبردوا يبردوا وناكلوهم بالصحه والراحه ليكم كاملين البنات. نوريكم على الشكل ديالها نوريكم الشكل كيفاش داير من داخل.
جبت معلقة نوريكم الشكل كيفاش تيكون القوام ديالو. نتوما دانون دانون طبيعي. هانتوما كيفاش درتيه؟ هانتوما البنات يعني شي حاجة اللي طار ونقية وزوينة. مهم البنات غادي نخلي هادشي حتى يبرد ان شاء الله ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. وما تنساوش الا عجبكم الفيديو تبارطاجيو مع احبابكم وما تنساونيش من لايك والدعم ديالكم لايك وبارطاج واشتراك في القناه اللي باقي ما اشتركش دابا يشترك. وبشركم مبروكه وشكرا لكم على المتابعه. الى اللقاء ومبروك عواشركم الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم.